اليوم في اكشن عند مين؟ عند ابو اميره الكابتن فلاح. السلام عليكم. سلام الله. صباحك الله خير. صباحك الله خير. حلو حلو صباحك يا عيني يا عيني ابو اميره. وش هدينا صورات؟ هذا يبي له سلم عشان يمسح يا ابو اميره. هذا الفيديو اللي الكل يستناه. شو اخبارك ابو اميره؟ شو العلوم؟ شلونك؟ إيه يا ربك الحمد. وجهك وجه خير يا بعد حين. الله يسلمك. وجهك وجه خير. بس كلمة مختصر هدين وصرات هذول وش سالفتهم بالضبط؟ العالم سموهم ذا سموه شامان. ايوه. وذا سموه اسمين اردش وربش. قلت ليه؟ قالوا هذا مش يجيب ربش. قلت اردش. قال اردش مثل الخبل. ثبت الخبل الخبل وذا شامان. خلنا نطلع عليهم. يلا نقلك واحد. يلا والله ما ادري انت ايش رايك ابو اميره. خلاص خذ شامان وانا باخذ. يلا قدام. عاد الاجواء خرافية ما شاء الله تبارك الله. تذكر يوم تذكرون يوم صورنا الكومارو؟ تذكر ابو اميرة؟ وش المقطع ترى طق مليون و200 ومليون و100 ما شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. يلا توكلنا على الله. رب دخيلك شلون بنركب هذا يا ولد. اصبر اصبر. اقول ابو اميرة ما راح يحك بالسقف من هنا. اسألك بالله يا ولد احس اننا عايشين بالدور الثاني ما شاء الله ما شاء الله. لا تاخذ لك اكسنت معك. الله يستر. يلا نحرك افتحوا لنا الباب ونقول بسم الله. عاد هذا يبيله تركيز يا الحبيب. هذا يبيله تركيز وسواقه. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. لا اله الا الله. ديناصور مو سياره. ما شاء الله. بشركم ان شاء الله بدايه حلوه ان شاء الله. الشكل بيحك على كلام فلاح انه بيحك. ايوه حك الانتر. اسلم يا الحبيب اسلم. والله احنا سببنا زحمه بالشارع. شوف 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 ديناصور ما شاء الله. راس تريلة يا الحبيب. راس تريلة مو موتر. ان شاء الله تبارك. شكل موتر اللي معي اكبر حجم حق فلاح الثاني. صغر السيارات بس عنده. شوف 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 ديناصور يا عيال ما شاء الله تبارك الله. وميرة يا ولد هذا انت مسميه وش قلت لي بالله الاحمر؟ شامان. شامان الديناصور اضافة لازم تضيف ديناصور يا ولد. السيارات تشوف ان كنا نلعب. ما خل ما نبي نزعج خلق الله. الحين بنستخدمه نجينا اهم لقه في البلعذريه. سؤال ثاني يا ابو اميره. الحين هذا كحجم كانه اكبر من اللي معك. اكبر بشوي. ارفع بس بس ارفع شيء بسيط. ايه وش هيدروليك ترفع وتنزله ما شاء الله. الحين منزل ولا مرفوع؟ يا ولد يا ولد. اقول يبي لهن جلسه هذول يا ابو اميره. اقول اشوي يا ربك الحمد صادفه الاجواء الحلوه. شدينا يا ذيب شدينا. يلا الذيب جاهز. انقطع قلبه. Ha 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 ha!
يشحن ابوري تشيفينو هذا عشان يصير صوته قوي. هو لا بيصير كم جاب العدس. عاش ابو ميرا عاش. طبعا الرجمي ما نقدر نسرع لك الا طين ولا تهنى نوريكم التعزية العادة. بس الديانة بتصير خطرة مرة. لا وبهالديناصور وش كتبتهم ان شاء الله. يعبي يعبي يا صغرك حيلان عند هالديناصور ما شاء الله. والله تبغى تكلمه ولا لا؟ حيل عينك حيل عينك. والله اجواء خياليه ولا لا ابو الوليد؟ مره رهيب ما شاء الله. ما شاء الله الله وافق الامس يحول مو الشمس. ما شاء الله هذول يا ذيب. كم تبي؟ 45 قدام 40 ورا. يعني الحين قبل كم فيه بالله ابو اميره؟ 140 اوه ورا و110 قدام. ما شاء الله تبارك الله. احلى معليش احلى نزل 45 بينزل هواء شوي يعني يصير زين لان التطعيس ولا؟ اي يصير رايح يا حبيبي. بلش بلش يا حبيبي زول بلش وين مخرج؟ اسمع ما شاء الله. شوف صغر موتري بس. والله يا كحلان طلع لعبة عنده. لعبة. ان شاء الله تبارك الله. والله يا هو رعب. طبعا هذا بنزين وبدون دبل. من السماء كفرات وندخل الحين. عاش الديناصور. بعد حي بدلنا ها نجرب شو اسمه السبيرة الثاني؟ أردش. أردش يا عين على الاسم على الأردش. خذ هلف. أهم شيء الموية حطه هنا يا حبيبي. يا حبيبي. أبغى أخذ واحدة أجل. يلا 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 يلا. يلا. بسم الله. أشوى فيه تبه. ها؟ نقول بسم الله يا ولد. اوه الموتر كنه ابو انا ما قال جت اصابه بسيطه بس نقول ان شاء الله تنحل ان شاء الله. تعتع الموتر ولا هو صافي. تعسنا تعسه عقب صار تعتع. Thank you.
بس رطوبه بس خش اسمع بنرجع فلان. هلا الخويه شكله طفابه. الكل يترقب ايش يا عيني يا عيني على السوق يا عيني اللوحة الحالة ما شاء الله يا فيصل ما شاء الله البولين هذول كم بالله كم مقاسم فيصل يا عيني والله ما توقعت انه في بولين تركب على الجمني حليلين والله سعيلات شوفوا مقاس ما شاء الله تبارك الله الموتر الكبير الحمر ما هو في 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 شيء لكن نقول ان شاء الله انه يضبط ندخل الحين ندق قدم 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 ومشاري ما حد سمعك ايوه قدم قدم مشاري بالله قدمه شوي اصغر سياره واكبر سياره هذا الكيتا مو بس والله هذا بس هذا كمل بس هذا ديزل دوار 10 سنين افطن افطن الموتر الرجال انت ما شاء الله شوف 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 قدم قدم شوي بس قدم شوي قدم شوي يعني شبه ايه وضبط وضعك يا حبيب زياده ايه على اعصاب الرجال راح شوي راح بعد زياده راح روح روح راح راح ايوه حشرناه الحين فيصل خلاص ما في سريه ما شاء الله تبارك الله يلا يلا عدسه صغيره ما شاء الله ما شاء الله نطلع الحين نصور الأربش على قولة طلع وبعدها نرجع
عاش عاش ابو امير عاش ما شاء الله وينش ورا بعد عاش يا امل العافيه يا ابو امير ترى ما في دبل يا شباب ما في دبل ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك العافيه يا حبيبي اسلم اثري كذا فتحت الكبوت يا عيني شوف 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 شو صار ما شاء الله ايش الله تبارك الله يا الله سلم وصوروا من فوق ابو اميره ابو اميره كم حجم الماكينه هذه 8 سلندر 7.8 توين تيربو يجي منه محركين في منه بنزين يجي 8100 تخبر الجموس اول 8100 8.1 يجي منه بنزين الا والثاني يجي ديزل اللي هو ذا طبعا الجير هذا اشهر شيء فيه اللي هو الاليسون طبعا عند الامريكان والاجانب الجير حق تريلات وزن السياره تقريبا في 5 طن فاضيه بدون تحميل بدون شيء قوه الجر يمديه يجر اذا كان ديزل الى 9 طن يجر امور السليم طبعا في هذا حق الركاب ما هو بحق نقل ثقيل ما هو بحق ايه يعني جوه تلقاه زي الجمس من جوه بس الباقي كله باست رايدر وفي ونش هنا قدام ها ونش قدام هذا طبعا ما هو مركب عليه شيء ثاني موجود الظاهر نقدر نطلب من هنا ابو امير ها والله انت تقدر ما شاء الله تبارك اي وش بعد؟ ايه نستخدم السيارة أكثر شيء هذه في السباقات لما نطلع نمسك خط نطلع الأردن نطلع لأي مكان بعيد عبى ديزل الفل حقه تقريبا حوالي 400 لتر 400 وكسر يوصل الديزل من الرياض إلى قبل الحدود الأردنية بتانك واحد طبعا السيارة تجي تانكيين كامل المرتبة اللي ورا تقلب تصير سرير طيب الحين شوف 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 حجم السيسة ما شاء الله طبعاً من قدام كله هذا سوسد ودفرنس أقول كأنه ضلوع وعظام ديناصور ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله طيب أبو أمير الشكامير شوفهم ورا ها إيه ديزل كله هالفوق خلنا ناخذهم على الجنب شوفهم على الجنب طيب أبو أمير هالكفرات ما شاء الله تبارك الله جنطة يجي 22.5 طبعاً 275 على 70 22.5 هذا المقاسات حقت طيب لحظه شوف هنا اشوف هنا شيء طالع وش هذا عشان ما حد يقرب لك طال عمرك حبيبي اي يخمش يخمش اللي بجنبه ها الفرار هذا حق هذا الدفلوك الامامي عشان يشبك الدفرنس عشان ما يحمل لود يعني يمديك تمشي في الموتر وتفصل بدل ما الدفرنس الامامي يقوم يلف على الفاضي وانت ما انت محتاجه بخطوط خلاص من هنا تفصله يصير الدفرنس وعمود الكردان ما عاد فيه لود تحميل يوفر ديزل يصير اسهل شوي في المشي طيب خلينا قبل ان نركب موجود زيه زي على السوبر ديوتي الاف 250 350 بالفوردات طبعا يا شباب ترى تعطل الموتر تعطل بسيط عشان كذا ما بدانا نمس ونسوي ابو شيء لكن ضبطوا ان شاء الله ابو امير ضبطوا على سواقته ابو بندر عشان ما حد يسجل علي شيء كان في ابو بندر والله ما لي ذنب انا قام يتفتف الموتر امرسه قبل لا يصور دعسنا دعسه واحده بس وعقبها جلش لكن ان شاء الله اموره طيبه يا عيني على اللوحه ابو امير يا عيني مفخر ما شاء الله تبارك الله وبابا الحوض افتحوا لنا خلينا نشوف بالله ابو طبعا شوف اشكاليه انت ابو امير احنا اكثر شيء نشوفك تاخذ وبغيت تسافر صرت تسحب سيارات وغراب اي سيارات وغراب تنسى ما شاء الله طيب ابو امير نبي نفتح هذا والله البروز اللي من هنا التعليق اللي ورا طيب وش ابو اميره سوست دفرنس صور حجم الدفرنس هذا اهم شيء احنا من ورا ايوه ويا هودين صور صدق ويا كبير يمديك الواحد يجلس ما يحك راسك هنا هلا وهنا هذا الصف الثاني طبعا هذا الصف الثاني تحول ذا سرير هذا من هنا شايف الزر واحد يقدم المرتبة كامل هذا كله يقلب سرير ما شاء الله تبارك الله
مزبوط مزبوط ابو امير. انا بنلحق قبل غياب الشمس وانا جهه السواق. بس كفخامة المراتب شوفها حلوات صراحة. هذا أكثر من بس ذاك. هذا من قدام على السريع أبو أمير. طبعا هذا داخليته تشوفه كنا جمس طبلون جمس. إيه العدادات هناك على جنب تحت اللي تعبي مطور الهواء يمديك تعبيه من هنا. التانك الثاني تشيك عليه الأزرار هذولي. إيه المراتب هواء المرتبة ترفعها هواء تنزلها هواء. طبلون سرعة هذا بالميل ها. إيه بالميل بس بما ان احنا مكبرين حجم الكفرات شوي فيكون العداد يقرا عندنا اقل من سرعه الجي بي اس. يعني يكون نمشي اسرع من العداد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ابو امير نبي الوحش الثاني. يا عيني شوفوا شوفوا الفرخه صغيرون اللي بجنبه هالقطمه. هذا سيسوك جمني شوف طالع حجمه عند هالتبير ما شاء الله كانه اسطب. ما شاء الله تبارك الله. طبعا شوفوا فرق الاحصن هنا هذا 100 حصان ما شاء الله. هذا 102 حصان وهذا درزن احسن ما شاء الله. ابو اميره طيب تكمل لنا الوحش الكبير هذا بس قبل نبي نسكر وبعدين نفتح ايش رايك؟ وش الوضع؟ العمر ما شاء الله تبارك ضبط واخرب مشاري نص ونص اشهر. لا اله الا الله ويلي الحجم ما شاء الله. والله يمكن ليش لا والله يركب ها لا 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 بس الحين نفتحه. طيب افتحوه بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سم هذا 10 سلندر بنزين. ايه التورك الأحصنة فيه 325. طبعا الكل يعرف دائما في الديزل التورك يكون أعلى من البنزين. أي ولكن البنزين مشيه أخف قوة سحبة أقل صرفه أكثر بس يكون خفيف دم شوية. أشوفه منوفر قبل شوي مشان يوم تعلقوا ما شاء الله بس طام. طبعا هذا من قدام ما هو بسست. هذه إرباقات كلها ينفخ وهذا الليفلر اللي وازن اللي عارف متى. هذا هذا الارباقات اللي تقول هذول البلور حقت الهيدروليك صح؟ اي بلانات الهيدروليك. هذه الماكينه هذا ماكينته بسيطه بنزين سهله بتتصلح في اي مكان عطلاتها اقل زيها زي مواتر الثانيه طبيعي زيها زي اللف 350 450. طبعا هذا بدون دبل. له دبل بس يا ويل قلبي. هذا اسرع. هذا تانك البنزين. تانك البنزين جاي هنا. هذا تانك البنزين يا عيني. ايوه وش السبب حاطينه هنا ابو اميره؟ خارجي يشيل اكثر اكبر بما انه بنزين بيصرف. طبعا هذا اذا حقه الجر من هنا يمديك تضبط الفرامل تشبكه مع ال اذا بغيت تجر مقطوره او شيء زي كذا. ايوه يمديك من هنا فرامل الكتروني هنا تعطي كم نسبة الفرامل لأن المقطورة يكون فيها أصلا فرامل. طبعا هذه كلها حقت المراتب. نبي نشغله. الله يا رب يذكره الله. نبي نشغل الموتر ما يشتغل. كنا نصبع بطارية. احنا هذا مطور هواء مطور جوا بطارية يا عيني. هذه هنا تحط عدة صيانة. وإذا عندك واحد زي خوينا يصير يطلع يطمر منها. يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 ما شاء الله يا حبيبي يا حبيبي
ولع شنو بوميرا؟ اي طبعا عدادات طبيعيه اللي موجوده في كل شيء، بنزين كم، جير، مويه راديتر، وضغط الزيت. انت تدعس ان شاء الله تبارك. حرك هذا الماطور حق الهواء يبين لك كم بي اس اي فيه. الحين فيه حوالي 130 بي اس اي. هذا الحين لو تسمع وش حقه هذا؟ ينسم السياره عشان تقدر تنزل المنافيخ او الارباع الهيدروليك الهوائي. طبعا هذا برضو الشبكه هنا كلها وامراض داخليا تقريبا عادي، ما في هالشيء يعني. هو ميزته خارجي من تحت. طيب قوة يعني السيارتين دي ميزتهن قوة السحب اللي فيهن، ندرة وجودهن هنا في الشرق الأوسط، استخدامهن يعني. هذا موتر ما هو بتقول والله بطلع أتمشى فيه، موتر تخلص شغلك فيه. بعض الناس تحب تطلع تتمشى، يلفت نظر بشكل كبير. هذا أهم أشياء يعني موجود، أو أهم ما يميز السيارتين دي أو الديناصورين على قولتك. التعليق هنا سسة ها؟ اللي خلفي سسة نفس الشيء. جنوط كلها 22.5. الله يا جرمة الدفرنس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ديرة. ايه هي زبدة الموتر فيه دفرنسة جيرة. الاستخدام الشاخ هذا من وراء شوف من وراء بميرة. ايوه بس عجبتني حركة النسافات بومير. إيه. حلو. عشان ما حد يدعي عليك ورا لأنه يرش. إيه قصت ما خسر ردمية بعد. هذا برضو القلص حقه هذا فيه ونش من ورا. القلص حقه يسحب 11 طن 12 طن لأنه على طول مشبوك في الشاص، وشاصة ما هو بشاص ونيت. عادي يعني لو ترجع لورا تشوف. شوف حجمه ما شاء الله. يعني زبدته كلها من تحت تلقاه من جوا عادي طبيعي، بس الزبدة كلها تحت. ويسوون منه في امريكا يسوون منه 3 صفوف يعني 3 بيبان من اليمين و 3 بيبان من اليسار. يستخدمونه طبعا اغلبهم يستخدمون الديزل. حلو ما شاء الله تبارك. حجم هالكفرات والجنوط؟ الجنوط 22.5 كلها نفس الشيء. هذا كفراته تجي انحف شيء بسيط جدا لانه بنزين واخف مشيه يعني. كل ما عرضت الكفر كل ما ثقل في المشي ويصير مطب وقاسي بعد. بالضبط. اهم شيء ابو امير انت ترى موعدنا وموعدنا متابعين علشان تجربه الكومارو بعد. حي والله عليها السحب يا بعد. زي ما طق ذاك الفيديو 1,000,000 وشوي هذا ان شاء الله بيطق 1,000,000 والابد على وعدنا. واللي سموه ترى من متابعينك اللي سموه شامان بالله. اي والله عين اكيد الاحمر. حبيبي يا حبيبي الله يعطيك العافية يا حبيبي. ألف شكر لك. الله لهين. تسلم يا بعد. يلا هلا. وبس ختمنا يا شباب، اعذرونا رحلة قصيرة ولا بدنا نخلص كل شيء، وكانت عندنا خطط نسوي نطلع الطعس هذا لكن زحمة، والموتر هذا صار فيه عطل بسيط فما جت على ما نبيه. لكن إن شاء الله نقول مرة ثانية إن شاء الله ضبط لكم تجربة طلع حلوة. ما الله بحفظ الكريم.